أي مصداقية ترتجى من قناة تعتمد الكذب منهجا والتهويل سياسة ولي عنق الحقيقة ديدنا، وطبعا كل ذلك في سبيل أجندة قميئة في شكلها، شوهاء في أدبياتها، لا تراعي أدنى معايير الذمة، فضلا عن ابتعادها الكلي عن المهنية. أكذب ثم أكذب ثم أكذب في حركة مكشوفة لاستغباء متابعيها، أما أصحاب العقول النيرة والضمائر الحية فلا تنطلي عليهم هذه الحيل. قناة العالم التي اعتادت على نسج قصص من الخيال حول أحداث البحرين هي التي ترى الأحداث بعين عمياء، تلقي بالاتهامات جزافا ولا تكلف نفسها عناء الاتصال بالطرف الآخر، لا لشيء سوى أنها تعلم علم اليقين أن ما تنقله لا يعد سوى الكذب البواح الصريح. في بادئ الأمر حاولت هذه القناة بإلقاء اللوم على ما سمتهم بالبلطجية ونسبتهم إلى المجنسين، واعتادت هذه القناة على ذكر كلمة المجنسين بازدراء في تأصيل واضح لعكس ما يدعو إليه العالم المتحضر والدين الإسلامي الحنيف، والمجتمع البحريني بجميع أطيافه يستنكر هذه الألفاظ لأنه مجتمع متحضر مسلم. كما اعتادت القناة على تحديد هوية المعتدي دون دليل، وطبعا من السهولة بمكان أن تلقي بكلمة مبهمة مثل المجنسين، إلا أن وعي الشعب البحريني أكبر من هذه الحيل الضعيفة. مراسل قناة العالم يبدو أنه لم يكن في قلب الحدث أصلا، فهو ينقل أمورا لا يراها أبدا، وقد بدأ قصيدته كفرا بأكذوبة إطلاق النار دون أن نسمع فضلا عن أن نرى أي مظاهر لإطلاق النار، إذ لم يكن هناك أي صوت لعملية إطلاق النار أو صراخ أو هلع. ثم كذب بعد ذلك بشأن الاشتباكات بأسلحة بيضاء ليقدم للمشاهد ثالثة أثاث أكذوبته عندما قال أن المصادمات كانت قرب الديوان الملكي. والذي يعرف البحرين يعرف تمام المعرفة أين يقع الديوان الملكي، ليقول بعد ذلك: لا أعلم ماذا أقول صراحة. يحق لنا أن نتساءل، ففي ظل تغطية جميع القنوات الإخبارية ما يحدث في البحرين، نرى أن قناة العالم قد تبنت أحداث البحرين على مدار الساعة، والسؤال هو لماذا؟